لك مقاييس مالية ومحاسبية نستطيع أن نعرف أن الشركة هل قريبة من حادثة الإفلاس أو لا. طبعا لو طبقناها على السوق السعودي نجد فيه فعلا فيه شركات على هذه أو تدخل في هذا النوع من المخاطر. طبعا قاعدة عامة أن المخاطر أو العائد اللي يحصل عليه المساهم يقل كلما زاد حجم المخاطر، لأنك لازم توازن بين المخاطر والعائد. إذا تبغى عائد كبير لازم أنك إيش يعني تتحمل مخاطر كذلك عالية. ما هي أدوات تحليل المالي الأساسية؟ الحقيقة في أدوات كثيرة جدا، من ضمنها اللي ذكرنا كيفية تحليل الربحية، تحليل المخاطر. لكن في القوائم المالية عادة ممكن نستخدم أدوات تحليل المالي الأساسية اللي هي تحليل اتجاهات، تحليل أفقي، مدى التغير في بند من البنود خلال فترة من الزمن، تحليل الحجم في على مدى الرأس. وطبعا تحليل الاتجاه اللي نقصد بالتغير مثلا نسبة التغير في المبيعات على مدى على أو نسبة كل عنصر من عناصر قائمة الدخل إلى المبيعات، ونستطيع أن نعرف نسبة تغير المبيعات على مدى 5 سنوات أو 10 سنوات، وعادة ما بين 5 إلى 10 سنوات تعتبر يعني فترة مقبولة للمقارنة ولمعرفة مدى التغير. نعرف نقيس التغير في الأرباح أو في المبيعات أو في نمو الأصول أو في زيادة القروض أو في أي عنصر من عناصر القوائم المالية على مدى 5 أو 10 سنوات، نشوف هل هناك زيادة أو هناك نقص في اتجاه هذا العنصر من العناصر. طبعا في نسب كثيرة ممكن نستخدمها، نسبة التغير في إجمالي الربح، نسبة التغير في صافي الربح، نسبة التغير في الأصول المتداولة. كل هذه الحقيقة أشياء يعني أو هذه الأشياء الرأسية دائما يبحث عنها المستثمر. لو نعرف نسب التغير في هذه الخمس عناصر على مدى فترة زمنية أو 6، طبعا هذه كلها يعني نسب معينة. التحليل الحجم النسبي أو التحليل الرأسي، نسبة كل بند في قائمة من القوائم المالية الأربعة اللي ذكرناها إلى رقم الأساس لهذه القائمة. طبعا رقم الأساس لقائمة المركز المالي إجمالي الأصول، كم تسوى نسبة الأصول المتداولة لإجمالي الأصول، كم نسبة النقدية من الأصول، كم نسبة النقدية من أو كم نسبة المخزون من الأصول المتداولة. وهي طبعا موجودة يعني حتى الحقيقة موجود يعني في كتيبات اللي أصدرتها هيئة سوق المال معلومات تفصيلية عن كيفية استخدام هذه النسب. النسب المالية الحقيقة المقصود فيها وكيفية حساب واستخدامها رحيا التحليل الوضع المالي باستخدام النسب المالية، هذا يعني أسلوب مالي شائع جدا ولا يعني وليس صعب جدا على من لديه خلفية تجارية أو خلفية اقتصادية. هناك الحقيقة مجموعات من النسب دائما يتم التركيز عليها في التحليل المالي أو تحليل وضع المالي للمنشأة، من ضمنها نسبة السيولة. هذا المقصود بقدرة المنشأة على سداد الديون في الأجل القصير، في نسب معينة معروفة لها. نسب النشاط، معدلات الدوران، وهذه تقيس كفاءة المنشأة في استخدام الأصول، هل هي تستخدم الأصول بكفاءة عالية ولا فيه نوع من يعني عدم الكفاءة. كيفية استخدام الأصول في توليد الأرباح بمختلفها، الأصول الثابتة، الأصول المتداولة أو أي أصول أخرى. في نسبة النسب المديونية أو الرفع المالي، وهذه دائما تقيس قدرة المنشأة على سداد الديون طويلة الأجل. هناك نسب معروفة بمعرفتها والتغير فيها على مدى فترة زمنية نستطيع أن نحكم على قدرة المنشأة في سداد ديونها على المدى الطويل. هناك نسب الربحية، وهذه الحقيقة نسب يعني جدا يهتم فيها المستثمر، لأن الأمور الثانية الرفع المالي أو السيولة يركزون عليها البنوك، النشاط يركزون عليها إدارة الشركة، إنما المستثمر اللي دائما خصنا على المدى القصير يركز على نسب الربحية. وفي النسب الخاصة بالاستثمار في الأسهم، طبعا لا أستطيع الحقيقة في مثل العجالة أني أتكلم عن تفاصيل هذه النسب أو أنواعها لأنها موجودة وبكثرة، لكن يعني احنا فقط يعني هدفنا ان احنا نعرف كيفية استخدام هذه النسب للحكم على اداء الشركة من خلال مقارنة مع نسبة الشركة في السنوات السابقة حتى نعرف هل هي في زيادة في نقص او في استقرار، عن طريق المقارنة مع مؤشرات مستهدفة للشركة، هل الشركة تحقق الهدف المنشود من الزيادة في المبيعات او نمو الاصول او نمو المبيعات. كل هذه لازم نستخدمها او يعني نستطيع معرفتها عن طريق استخدام النسب المالية.
المقارنة مع نسب الشركات المماثلة إذا كان عندك خيارين أو أكثر من خيار في شركة، فبتستخدم النسب للمقارنة بين هذه الشركات واختيار الأفضل بالنسبة لك كمستثمر. المقارنة مع متوسطات الصناعة، في نسب معيارية دائما يقول والله نسبة القطاع الفلاني في نسبة تداول كذا، تستطيع أنك تعرف هل الشركة أقل أو أكثر أو مع النسبة العامة لهذا القطاع. المقارنة بأي أداء معياري مقبول اللي هو مستهدف يعني. طبعا هناك الحقيقة النوع الآخر ما راح أتكلم عنه إلا فقط بس للتعريف، اللي هو التحليل الفني، وهذا منتشر الحقيقة في السعودية، ويركز على دراسة التغيرات تطرا على سعر السهم خلال فترة سابقة من خلال التنبؤ بحركة سعر السهم في المستقبل عن طريق التركيز الحقيقة على مستوى أو عن طريق التركيز على أسعار الأسعار التاريخية وحجم التداولات أو حجم الصفقات التاريخية فقط، لا يتكلم عن الأرقام، وهذا الحقيقة أحيانا قد يسبب حرج كبير لمن يعتمد عليه يعني على بدون معرفة طبيعة السوق اللي هو يعني ينتمي له. الحقيقة هذا على عجالة، نتكلمنا عن التحليل الفني، شاكر لكم حسن استماعكم.